السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، مرحبا بكم طلاب الأعزاء في يومنا الجديد، يوم الثلاثاء. لازلنا نذكر معا إشارة القسمة التي تعرفنا عليها سابقا، وتعرفنا أيضا على أن القسمة هي عملية توزيع بالتساوي، أوزع بالتساوي. وتعرفنا أيضا إلى أجزاء القسمة، وهي المقسوم والمقسوم عليه والناتج، المقسوم والمقسوم عليه والناتج. وذكرنا سابقا الفرق بين الضرب والقسمة بأن الضرب جمع متكرر، وأن العدد الأكبر دائما هو الناتج ويبدأ بالمجموعات ثم العناصر، أما القسمة فهي طرح متكرر والعدد الأكبر دائما هو المقسوم وتبدأ بالعناصر أولا ثم المجموعات. أما اليوم سنتعلم سويا فكرة جديدة من أفكار القسمة، لنرى كيف نكون جملة قسمة من جملة ضرب. إذن كيف نكون جملة قسمة من جملة ضرب؟ لدي هنا جملة الضرب التالية: 4 ضرب 2 يساوي 8. كلنا تعلمنا سويا جداول الضرب وحفظناها سويا. إذن 4 ضرب 2 يساوي 8، وأستطيع أن أحول جملة الضرب هذه إلى جمل قسمة، جملتين من القسمة. أستطيع أن أحول جملة الضرب إلى جملتين من القسمة. الجملة الأولى تبدأ ب8، والجملة الثانية أيضا تبدأ ب8. أبدأ دائما عند تحويل الضرب إلى القسمة، أبدأ دائما بالناتج، العدد الكبير للضرب هو العدد الأكبر. أكبر عدد موجود في جملة الضرب هو 8، 4 ولا 2 أم 8؟ 8. أقوم بوضع 8 ثم إشارة القسمة 8 تقسيم. أقوم بالتوزيع، أولا أقسم 8 مع 2، 8 تقسيم 2 ويساوي أي عدد تبقى لدي؟ 4. 8 تقسيم 2 يساوي 4. أقوم بكتابة 8 في جملة القسمة الثانية مرة أخرى، أبدأ دائما بالعدد الكبير عند التحويل للقسمة. 8 تقسيم، قمنا بتوزيع 8 على 2، الآن سنقوم بتوزيع 8 على 4. 8 مرة على 2 ومرة على 4. 8 تقسيم 4 ويساوي العدد المتبقي 2، إذن الناتج 2. مرة 8 تقسيم 2 يساوي 4، ومرة 8 تقسيم 4 يساوي 2. وبذلك تكون قد كونت جملتين من القسمة لجملة ضرب واحدة. إذن أستطيع تحويل الضرب إلى جملتي قسمة، وأستطيع إيجاد ناتج القسمة من خلال الضرب، من خلال الضرب، لأن 8 تقسيم 2 تساوي 4، لأن 4 ضرب 2 تساوي 8. هنا 8 تقسيم 4 يساوي 2، لأن 2 ضرب 4 يساوي 8. لننتقل سويا إلى جملة ضرب أخرى ونحولها إلى جملتين من القسمة. لدينا 9 ضرب 3 يساوي 27. أقوم بتحويل جملة الضرب إلى جملتين من القسمة، جملتين من القسمة، وفي الجملتين أبدأ بالعدد 27، دائما أبدأ بالناتج 27 تقسيم، أوزعها مرة على 3 ومرة على 9، والعدد المتبقي يكون هو الناتج. 27 تقسيم 3 يساوي 9، و 27 تقسيم 9 يساوي، إذن نعيد، 27 تقسيم 3 يساوي 9، و 27 تقسيم 9 يساوي 3. في كل مرة أقوم بتوزيع الناتج على الأعداد الموجودة في عملية الضرب. 27 تقسيم 3
في مرة، وسبعة وعشرون تقسيم تسعة في مرة، والعدد المتبقي يكون هو الناتج. عزيزي البطل، لديك في واجب اليوم السؤال التالي، أجب عما يلي كما في المثال: 14 تقسيم 2 يساوي 7، لأن 7 ضرب 2 يساوي 14. المسائل التالية قم بحلها على دفترك بشكل مرتب وبشكل صحيح كما في المثال السابق. وإلى الأمام أيها البطل.